السلام عليكم. شوف عمي المختار، عندي مشكلة في لا بيدال دو فرام، ما على باليش الا من السيرفو ولا من البومبا فيد ولا من المات سيلاندر. عمي المختار، هاي البيدال هكذا قاصحة بالموتور راقد، وكي نوض البيدال راهي تنزل، بصح ماشي حاجة. والمشكل الثاني، راني عندي البيدال ما يوليش كي نفريني، الطوموبيل تبقى مفرينية. يعني درت لها روتور هنايا باش يعاود يجبد لي البيدال. وتاني كي نكضب البيدال يا عمي المختار، التور مينوت كي ناكسيليري هكذا مانيش معبز بيدال دو فران. كي نعبز بيدال دو فران الار بي ام يطيح. ها